فريد، فريد بيه، فريد. اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ مش حلو؟ حرام عليك، كده تبردي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا خايف عليكي، تجيلك نزلة برد ولا حاجة تنزلك اللوز. لا أنا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. ما تقدرش تتصور أنا سعيدة بيك قد إيه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبدي بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هي اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. أنا هدخلك دنيا حقيقية، هخليك أسعد إنسان. أنا عايز أنام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمة دي هايلة، متلو. تصبح على خير يا غادة رشيد. ربنا كتر لنا من لحمكم. وانا هشتريها ولا عايزكم فيه؟ اوعى رجلك. هتشتريها طبعا.
اشتري ازاي بقى؟ اشتري حطام في الهوا؟ طب افرض دلوقتي زعلت مع الجيران، اقدر اخد شقتي واروح اي حته انا عايز ايه؟ ها؟ افرض اللي تحتيه حب يهد شقته بقى هو حر فيه، مزاجه كده، ابقى انا وضعي ايه؟ متعلق انا وشقتي في الهوا؟ الجيران اللي في الدور الارضي سارجينه معايا ما رضيش يطلعوني من على السلالم، اعمل ايه انا دلوقتي؟ ابقى انزل على شقتي بالباراشوت؟ ما هو النظام كده دلوقتي، كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا معرفش، بس تبقى كل حاجه بتاعتي. الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي. وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيش ابو زرع بتاعكم دي. نظريه برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمره اجيبها لك جاهزه مفروشه. بالسرعه دي؟ يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجه وبمنتهى السرعه. اتفضل، ادي 5000 جنيه اهم، مع اللي معاك يبقى 150000، انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امان. نسجل بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة. انا هوصل رسالتك، اتفضل. تمام يا فندم؟ تمام. متشكر. ألف جنيه عمولتهم 10%، يبقى انا عايز 15000 جنيه دلوقتي. اتفضل. ايوه كده. ايوه كده. مش تبقى قريب وحبيبي والسمسر عليا؟ لا سمسره ايه؟ ده انا كنت عاملها لعبه عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم احسن من عينيهم. انا بقول كده برضه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلي طعم الشغالين والبواب زي ما هم. ايوه ونثبتهم، ما يبقوش ظهورات. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم يا لئيم